اش كاين؟ اش وقع؟ شكون؟ شكون؟ اش نوقع عليه؟ قولي لي اش نوقع عليه؟ حيد 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 سعيد. هاد السيد كان جاي تطلع فوق من التروطوار. اطلع بوحدو. بوحدو تحلف. الله يعطيني العمى. كيشتي دابا انت كتشوف. حيد حيد. نزل شويه لك شويه لك سعيد. جر معايا جر معايا. انا غندير السبيطار ياك سمع سيدي. انت طلب لك بهذا الطوموبيل راه ديال المخزن وغتخلصوني. غنخلصوك شهر سورس حل الباب ديال الله تبارك مع الله يا ربي السلامة. اسمع جيك رد معاك البال اخويا الله يرحم باك. يا واش هذا وقت التليفون؟ الو نعم ماشي وقت التليفون هذا اخويا. ما شغليش جدك بارتنا فيها جوج ديال البيوت وصالون ولا كور يجري فيها الحمار بحالك وفي الاخر كتقول لي ما بغاوش يسكنوا فيها رجع لي العربون. فلت لي بو عوينه. غير بشويه لك حبيبي بو عوينه. بو عوينه نصاب ماشي معاك انت واخا علاش انا قلت نصاب وانت تقرصتي ها وسير بعد مني. الله يعاونك سعيد شويه عليك شويه احنا قربنا نوصل السبيطار. مره بكل مدافي. واش كاين شي فرامي هنا؟ مونيا مونيا اجي تشوف يا شيخ ياك لاباس ولا لا؟ شوف عندي واحد ضربه غفلوني بحجره كبيره وضربه بالموس هنا ان شاء الله مصيبه. شوف واخا سي علال تفضل معايا. انت الله يرحم بك الله يفيك ما تشتهي النفوس ما تخافش وتندير ان شاء الله ونجي نشوفك. نشوف سيدي تقلب لي الراس. وي نو ابارامون سي تري سوبرفيسييل. ما تقصش دماغي ياك؟ لا قلتيني يلاه ساليت واحد لا فورماسيون على لي زاكسيدون سيريبرال راسك سليم سيدي الحمد لله. انت راه جاي مزير على راسي. ما عمرني شفتك هنايا في السبيطار جديدة يمكن. لا وي يلا جيت هادي شي دومون. اسمحي لي نعرفك بنفسي سميتي سعيد اوفيسيه. إلا خصتك أي حاجة مرحبا. تمشي جامعة الحمار. سميتي مونيا شيف انفيرمير. شوف خذي النمرة ديالي إلا احتاجتي أي حاجة على راسي غير واخا. شفت وحدة الضربة اللي عندك بالي خاصنا نديرو الدراس في هادشي. سعيد كيف بقيتي اخويا؟ صافي بسمي الله 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 اخويا مسكين والنهار مطر وانا كنعيط عليك التليفون طافي وعيط على رفيق الخدمه واش التليفون داوه. هاني يا صاحبي ما يبقاش فيك الحال مشي تليفون ويجي تليفون كيف بقيتي انت بعدا شويه؟ مالك واقف؟ درس صاحبي راه الدار داركم داير الصواب زعما ولا هاك صحه وراحه. اوه بارك الله فيك سي جونتي. اسي وليد صافا؟ هو المهم خليتكم هاد الساعه على خير. صافي وصل الله لي في راسك ميرسي بوكو. الله يهدي الله يكثر خيرك رفيق شكرا. شوف سعيد غندوي معك وغتسمعني وبلا ما تقلق. عارفك شنو غادي تقولي يا لطيف خفي عليا عافاك. واش بغيتي يا سعيد يصفيوها لك عاد ترتاح من داك الراس قاصح مالو؟ حاولي الحمد لله برا ولين فريد مازال كاع مبلي اجاب هاد البزنس على هاد الشيء علاش ما تقولش كان طايش مراهق ما عنده عقل وزت كملت عليه انا بالفشوش الخاوي. حتكون ما كانوا هما كون راه الدري باقي في قرايته. انا هادشي راه مرضني في حياتي هما غادي نرتاح حتى ندخل بوعوينه للحبس. راه بوعوينات هما اش غنقول لك شي مره كيجيب ليا بالي بحال انت شي سوبرمان بغيت تبدل الدنيا وما فيها. اسمع والله الا قدرتي عليهم انا غادي نوقف اي واحد باغي يخرب هاد البلاد وغادي ندير جهدي كامل باش اي واحد داير فيها فرعون غيدخل فين غادي يتربى. راكي غادي تعاونيني بزاف الا معاودتي جبتي لي هاد الموضوع.
وليد باقي مع الدريساج سم دي ستريس كل واحد اخر انا شو سميتو روكي روكي كاركتر ديالو شو قاصح مي سان بون شان سا دير سي ان براف شان اي تو اوسي tu es brave mon grand tu sais ما عرفتش كيفاش تبغي نقول لي قولي شو ديزولي علاش عارف راسي شحال كرفسكم نتوما أكوز دو موليش كتش إكسبوز على الكونجي بزاف خرج موقع أي واحد داز من الإكسبيريونس اللي زدتي منها فقد باه هو صغير تبدل له لو نيفو دو في ديالو راه ما غاديش يبقى نورمال ما يكونش إكيليبري راني كنبغيك بزاف أولي تبغيني نشوف بنادم معدي عليك ونبقى كنتفرج فيها راه غنحي من هاد الدنيا ولا نمشي نبدل الحرفة نستقل سي تو بلي وليد في ما كونفيونس لان شارجي باش غدا مع العشرة نديرو الديبار انا نقول بصح دير الديبار الو وي مبروك التليفون جديد معك مونيا لافيرميير الله يعطيك الصحه بونجور مونيا لاباس بخير انا بخير مش انا اللي مضروبه في راسي بصح انا اللي شويه في شي شكله ديال ماس كي بقيتي شويه الراس كيضرني سي نورمال ولكن راه شويه بشويه كيمشي ياك بعدا ما جاتك لا دخله والو توفا بيان لا فيو ديالك باقا مزيانه كلشي بخير لا فيو وا الصراحه لا فيو ديالي راه ماشي هي هذيك اويلي كتحس باللي نقص لك الشوف ولا شنو نقص بزاف دونك سي سعيده خصك ترجع عندي لو بلوتو بوسيبل او بيان سور خصني نجي لعندك الصراحه كيبان ليا خصني اوبليجي نشوفك لان مين غادي نشوفك لا فيو ديالي غادي تكون لي زوينه ان شاء الله هما دابا راه ما منضر ما والو ما نكذبش عليك سي سعيد حشومه عليك خلاتيني بحال هكا يتحب لي تقاتلك الله يستر شي ناع ولا شي حاجه ماشي العرق اللي تقاس ليا راه تقاسيت انا كامل مقيوس منين شفت شكون مقيوس بون سي سعيد خليتك على خير عيطتك غير باش نشوف واش ليطا ديالك باقي مزيان و نطمئن واش ما كاين حتى شي كومبليكاسيون صافي واش كاين شي كومبليكاسيون اللي عاود اتصلت بك نسول فيك هادي النمره ديالك ياك اه نمرتي ولكن بلا ما ديرونجي راسك اللي قلت لك انا الا عيطتك غير باش كندير خدمتي سي تو وانا هذيك هي خدمتي شتي انا خدمتي عرفتي شنو هي خدمتي هي نعيط لك باش نقول لك شكرا يلا سيدي بقى لي على خاطرك ما نخسرش لك خاطرك انت باقي مريض كيبان لي محال غادي نبقى مريض مورا هاد لابيل ديالك الصراحه صباح على خير صباح على خير اه كازا دافيد كازا اه كازا جديده واحد بكار ابا هاكا وليدي الله يخلف 40 معلوم 40 ديالاش
وراك شله ما غوتني تشرب مويها ولا شي حاجه. اول الغسيل ما درت معاكش الغسيله وليدي ابوك. جبت لك شي سطل، جبت لك شي بونجا. بنادم جويعه. ايوا من الحقه بوكا في الجوي بوكا. واش باغي تفرقع عليا جيبي انا تخشي لي الغسيل باش دير لي 20 درهم؟ سير سلا حالتك شوف كيدير. والله انا طلعت في الشن. مدير ديال الارصاد الجويه انت. والله انا خرجت لك سالمه. بغيت تخبطك للراس هذيك السالمه. يلا يلا كازا قصاره نايضه في الدار بيضاء. Why you are so curious? It's a simple question. I'm your girlfriend. I support to know what it's your job. I told you I'm business. What do you want to know more? Business? You mean business? عليك النور. ما انت فهمتيش بغيتي مازال. What business? What do you sell? I sell شفرجل. Do you know what is شفرجل? شفرجل? If you don't know what is شفرجل, you don't know nothing. زياد صافي راك حمقتي الساط صافي قلب عليها شويه. السين ديالي هادي تود العالم. شتي مع العربي داكشي ناضي هو هذاك ضروري يا صاحبي. عطى الحواله لكل شيء البراش ديال الدوار فرق عليهم كل شيء كلشي مغيز كلشي مقاد وباز صاحبي. مير تيريزا باللحيه وصافي. صحابك انا بحالك عطى لاله ومالي وتقرقي بستالي الله يعطيني وجهك. قال لكم هو هذاك ما قالش لكم عطيوه للكلاب. الله ما في الكلاب ولا في بنادم. كازا يا كازا اللي مشى ما جا. السلام عليكم كازا. ان شاء الله ان شاء الله. هذاك المشمول ديروا اللور في كفر. الله يحفظك بنت خلص واش بايس قدام ما بغيتش نكلفش له الحوايج ندير الخطبه ديالي اليوم. خلص ليا كورسه وحيد صباطك وتجبد اللور ورقد ما نفيقك حتى لعند نسابك. لا سيدي هذاك تجيبي جوج بايس قدام برك. لا زيد زيد بقى بلاصتك بقى بلاصتك. الحاج دابا بخير لاباس غادي غادي للدار بيضاء. مرحبا زيد خويا مات خويا. الله اكبر بركه في راسك. طلع طلع با حاج طلع ما تعطلش طلع 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 طلع. يلا سيدي باقا بلاصه ازيد. اه اه امشيو طلع انا معاك طلع باقا بلاصه. كازا يا كازا عارف فين وصلتي؟ عاونيك ما جاي في كار ما توصلت الغدا وقول لي طاكسي صافي واخا بلاتي. خديجه واش تبقاي نهار كله وانتي كتعوجي يدك تما سير بيض غيره مازال الحلوى تخنق سيروا البراهج فوجا النحس يا لطيف. ماشي معاك يا حبيبه. شوف ملي تكون جاي جيب معاك الحلوى ديال لاكريم ما تنساش النون هذا صافي صافي. ملي تقرب توصل عيط لي باش نوريك لادريس صافي. يلاه بسلام بلاتي بلاتي. الو اه صيفط لي روشارج. اها انا انفو نوقف نصيفط لك روشارج سوايع ولا انترنت؟ انترنت صافي. بسلام واو صمتي الكلامي. انا غتدي امي الحمام هي الاولى وتشدي لها جوج ديال الطيابات يحكوها مزيان ويفركوها كما تنبغي وتجيبيها للدار باش غدا نحني ليها وديك الساعه سيري فين ما بغيتي انت امك وخوك. شريف انا سمعتي لي اخويا الباص عامر الله يحفظك. واش كيبان لك راجل راه عامره خويا؟ جاني تليفون مخلص جوج بلايص ديالي قدام عامرة. شو ما كتشوف امراه متقلعه صاحبي وكتقول لي سير تراك باقي صغير ركب اللور كفشي طاكسي واحد اخر شوف شدير سهله كي داير. قيس وا قيس يلا دويت معاك انا ما غنركبش اللور وطلع لبلاصتك. شريف ممنوع. علاش ممنوع المراه حامله تركب لقدام؟ هذا القانون ديال المدونه السير كيقول لك ممنوع على المراه الحامله تركب حدا الشيفور لقدام. وفكر شويه واش عندك شي عقل؟ المراه حامله فمك قال شافي بغيتها تجلس زعما راه جاب اللور. جوج الحوايج اما تنزل انت ومرتك تركبوا اللور اما تسناو الطاكسي الجاي وطلعوا فيه. يلا يلا هضره ديال الوالد. شوف خويا خويا بصح هادشي اللي كيقول لك حيت المراه الحامله ما مزيانش لها تركب. ما كنهضرش معاك. عاوني اخويا انا بطل ما نباتوش هنايا. سيدي صباح الخير. يلا سيدي يلا يلا الحاج. الشريف اش بغيتي؟ الله يرحم ليك الوالدين. انا مزير بغيت نمشي نقضي الغرض. يا ربي السلامة. هذا نهار خانز من الصباح.
باش تتقصي براسك عروسة ولا كيفاش؟ لا ما تقش تتكون انت يا راجل بعدا وغادي نثيقك. انا غير كنبرد على قلب. دابا انا مشي راجل ياك؟ قلت يا راجل كما تجي تضحك عليا عباد الله وتنوز عليا قدامه. انا اصلا ما عارفاش راسي شنو كندير هنا. شتي انتي الله تنديك الى ما ديتك ديني لاراف. امتى وقتاش؟ وحق الله حتى عييت. ديما هربانين ديما خايفين ديما طاريه شي حاجه ما عارفينش باش غنساليو. تيقي فيها هذا اخر نهار مع هاد القماق. ويلي نضربو معاهم هاد لافير وغنمشيو فحالنا العيون. وعلاش العيون؟ علاش العيون؟ العيون العيون وصافي كنعرف شي ناس تما غيوقفو معنا. علاش كتسولي؟ ونمشيو حتى لموزمبيق المهم غنكونو بجوج. ايوا انتي كتعرفي الدنيا مالك؟ يظهر شي بوسه. بارك ما درتي. الله يبارك فيك الشريف. شكرا. احيانا الكجنين فكرتيني في ايامي. ايام كان الشعر كحل والمسطاش كحل. قلت انا نمشي نخطبت انا وندير مراه. كان عندي واحد العشير ديالي قارصون في القهوه. كان ديك الساعه عندي واحد طاكسي حمر كنت غير خدام. ايوا عطاني مسكين الكوستيم ديالو مع ورقي وق السروال ديالو ما بغاش يدخل ليا غير بزز. لبستو بالطلعة. طلع هذيك ديال الصباط معنا طويل والسدادر ديال النساب سفليين مع النزلات فردك ديال السروال من قدام تاللور وليت بحال طارزه. امي كتضحك عليا كتقول لي يا ودي يا ولد القياده ولد الباشاوات جدك كان كيدور في الفاقه والبداعه والجلال علاش حتى مثل الجلابيه وجدي مفخفخ. وضحكت فيا الناس. راه سيف ما تضحك في الناس اصاحبي. شنو درتي؟ هو درت بحال شي مسؤول كبير حطيت رجلي فوق رجل تسالى العشاء وخرجوا الناس عاد خرجت. هي خديت السروال غير جات مناسبه وصافي. اما هو الجواج الاساس ديالو وليدي هو العزيمه والشجاعه. سير بسروال مقزب سير بسروال مشرق دخل عليهم عريان. شد احترام الاخوان راه معنا ولادنا شد بسلاد. ما يسحبش ليا الدريه اللي معك بنتك. شناهو؟ ومرتي هذيك. اسمح لي يا خويا اسمح لي انا كنضحك معاك هاو. راه الضحك فيه وفيه شد بسلاد. ايوا كيفاش تمشي الفيه الاخرى؟ انا كنت عارف الضحك الفيه الاولى. اسمح لي يا سيدي اسمح لي. اسمح لي نبقى ندوي معك غير انت يا استاذ. ماشي عاوتاني دو معايا انا يا خو بك فمك شويه الاحترام عاوتاني فهمتو. اللي بغيت نقول لك هذا الشيء كله هو واخا كان سروال ما دياليش ما دخلتش بدي خاوي دخلت كل قوالب قوالب ديال السكر. دخلت معايا خنشه فيها 32 قالب تاع السكر. اه وعرفتي قوالب ديال بكري كل قالب يقالب. لكن دابا الشريف راه واحد القضيه خصك تعرفها. راه شحال هادي الزواج ديالكم كان ساهل. الجواجة ولي كان بحال الحرت كانونية. كتعجبك البنت كتدي امك تقراو الفاتحة كتجيبها معاك من ليلتك انت عريس. ماشي بحال دابا تفعل العربون تسلف تهز كريدي فلوس القاعة فلوس النقافة فلوس عيساوة فلوس مسناوة وتعمر الشيكات وتعطي وتعيش كلك كريدي ومن بعد العرس في ثلاث شهور كيهرب لك بها شي واحد لاباس عليه بلا قاعدة ويخليك كتخلص في الديونات. شكون هذا اللي غادي ليه مرتي؟ لا لا غير مثلا انا غير قلت انا في قدر الدين. انت في راسك شي حاجه بنتي بها؟ في راسي باللي انت غتزوج. تخلعتي ياك شو كي خايفه تبارك الله. تريح انت اش كدفع انا كنضحك معاك اش كاين؟ صافي جنى طلع مزيان. اه غتقول لك اش شاف مصايب مزيان كتبان في القيمه عندي ما نقول. الله يحمي هاد البنات هاد المره والله لا تزقل لي سعيد الشاف. طريق مشري هادشي احتيا عيني عليك. عمرتي الكادوة توصل؟ عمرت. الباب. باترون احنا دي مارينو. قدم لك راسي شريف. قدمت لي راس قويله فيا جوج طلع لاخر سيدي علان البحراوي مونعش عقاري
بعد ما تتزوج والمراه غتحمل غادي يخرج ليها الارباك غتولد غتبغي اتساع. عندي لك بارتنر سفليه قابليه لا عرب ولا والو من نهار كسرك ماشي دابا ما تنزل للباحه هاي بطل عند الليل والنهار. الشريف ديالي الغزال كركدان صباح الخير. كنظن انت عندك ازمه ديال الاستقرار. انا امنيتي غير تلقاو ليا شي مياطي راني مزير الله يحفظكم. تكرم باش تعرف شي حاجه باش تجبد حنش. شرف شي دير كازا مالو غادي نمشي نوصل لواحد السقره شي حد وقلت نديك معايا تبدل فيها الجو اش بالك ديز حنا مونيا. شكون هاد مونيا؟ السبيطار. ندوزك للسبيطار الا بغيتي. على هو ولا سميتو سبيطار بونيا ولا سميتو بونيا اللوجة. اش بقات تمنيك عليا غنمشي نهز الطونوبيلتي ونمشي بلا هاد فريع الراس هاد. دير دير السلطه بلا حاجه. والحاج كيبان لي بقى هاد السبيطار قدامنا هو الوحيد والا غنخرجوا للخلا. مزيان نيت شتينا طرات ليا شحال حتى شتوني. ياك ما تبغي الكوماندي لك شي فرمليه بشي باليزه ديال لي كوش. سلام سي علال. هي 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 المهم الريضه الغزاله كي داير لاباس عليك؟ لاباس الله يبارك فيك. درت كي؟ علاش؟ اش بغيتي؟ قول نقضي الغراض ورجعت غير ما تعطلش. دخلناك والله ما درت كي. ياك لاباس؟ يلا خرجت من فمي كلمه فرمليه. كنت لوس مليار والله الا تستاهل سي علال. لا تفضل قول لي يا سي علال راني مزروبه بزاف. سي دريسي مسكين زاد عليه الحال خاصني ضروري دابا نوصل عنده للفيرما. الله كاين شي بلاصه؟ شفتي راه بنيتي الطاكسي كله عامر مدكوك وكلشي مخلص عليا باليمين ومحبتي ليك. ياك كان عندك البيرمي تعطيك تسوقي ونتبعك كنحبو. انت كتشوف بلاصه خاويه حدايا وكتقول لها عامرين. والله الا اللي ما يحشم وصافي. هي دابا انا كذاب فيها بس انا تضربها لا تجي تجلس حدايا توصل. ما بقيتيش خايف على القفطان ديالك اللي عاودي توسخ؟ سبحان الله العظيم اصاحبي الانسانيه ما فيكمش. وخلصنا الدريه واقفه في الشمس تسنى طاكسي اخر تيجي باش يبقى ليا هو على خاطر. دابز ولا والو ماشي مشكل انا غنسيي الطاكسي. شوفي اختي دابا انت بغيتي توهب لي هاد البلاصه وتبقى في الشمس؟ اختي خليك انا ماشي رجال يلاه انت غطلع. كنشرف بسميتي. سميتي نوح. متشرفين. بغيتك تقولي مني هاد الورد هذا؟ شكرا. كون ثقيل. الزواج ماشي هو الخطبه وليدي. الخطبه مرحله ديال التقلقيل. خاصك تقلق لبنت الناس واش منها واش بان لك فيها البلان. ديك الساعه ملي ما بان لكش فيها البلان يدك على الفرن امان. ايوا تقلبنا هنا ولا؟ الواحد يتوكل على الله قالك يدير النية ويزطم. هذيك مني طيح عليك الكرش ونوقف لك عاوتاني زطم ومزيان. نوصيك وصية ما تقتل ما تحيي إلا مشاو تقبلك. فاش يقبلوا؟ في كونكور تاع البوليس في هذا الشيء اللي غادي ليه في الزواج. عينك على مومات العروسة ما تحيدهاش. بانت لك متبتة ومرزنة آمنة. بانت لك غير كترتر والبو ساكت دير راسك غتمشي للجامعة تسلم المغرب وما ترجع حتى الفجر. واش عندك شي مشعل علاش تحشم ولا ما تكسبوش؟ واش تنهار وما طال وانت خاشي وجهك في هاد المصحاف؟ زعما اللي شافك يقول مؤمن الراجل ديال بصح. ربنا لا تواخذنا بما فعل واش سفهاء منا يا رب. اش قلتي؟ والو غا كنطلب ربي يدوزو هاد العواشر بخير وعلى خير. العواشر دايزه بخير وعلى خير بيك ولا بلا بيك. ونود قاعد راه عندك شلا ما دير وعندك شلا صخره تمشي تجيبها. علاش؟ اويلي لا علاش؟ واش الدريه جايين فيها الخطاب وانت باقي متفل لي هنا؟ نود قاعد. عاود تاني الخطاب واش باغي تسطيني ولا شنو؟ الدريه باقي ما وصلش ليها ارزقها. اها باقي ما وصلهاش ارزقها وهادو اللي دازو قبل حتى واحد ما عجبكم اولا كتسناو شي فيكتيم؟ انا الشطابه تلقى على البحر.
الله ياخذ الحق في الظالم. الله ياخذ فيك التانيت. هاتي اش غدير؟ ما تسخر لي يا سيدي، ما تسخر لك. غنمشي كلشي نديرو لراسك حاجه وحده، كمارتك ما تبقاش دور لي انا، ما نشوفكش تخبر. قرينا ان شاء الله الضرك يا انا مزوج هي وبنتها بجوج دقه وحده يا الله ينعل لك متصله يا ولد حرام كتاكلوا قرطاس بزاف. حرام عليك يا مولا، حرام عليك، اش درنا لك؟ ركبت مع الحيوان بنادم ما مربيش. اش هادشي يا صاحبي؟ بزاف عندك مبخره كتخرج غير العود. ها هو ما يكون غير هذا ثاني بالك قدامه مطلقين وكل رجلي مريح مع راسك. صار من راسك الشريف، راك تهضر مع رجل تعليم. رجل تعليم ما كيحزقش، حنا راك نربيو اجيال يعني كنعلمهم الترابي والاداب. شنو هما؟ ما غاتجيش دابا انت تقول لي شنو هما الترابي والاداب؟ باينه الاخوان الاخوان وقفنا وقفنا الله يرحم والديك وعين تمشي نقدم غراض ورجع دغيا ما نتعطلش حتى هو مولاه. الله يا خويا الحاج الله عدت رخيتي في عظامك وحنا خنقتينا. ضرب لي هنا قول لي وقف. راجل كبير يا حسره والترابي والو، طلقوا طلقوا يمشي في حاله. ما غدير شي حاجه قولها علم صاحبي، ما تلقاش لا في وسط الطاكسي. على من الصباح انا كنشمش ريحه ماشي هي هذيك، قلبي تروع عليا. صافي حشومه عليكم، حشومه تهضروا مع السيد بحال هكا. ولا كان كاع هو شنو المشكل؟ ما عرفتوه مريض، ما عرفتوه عنده شي مشكل، كتهوش فيه راجل كبير. الحاج شوف الا بغيتيني نمشي معاك نعاونك بشي حاجه ولا ما تحشمش مني، انا راه فرمليه وحنا في مجال الطب عندنا عادي، ما تحشمش. باغي ندوروا لي السمته ياك واحد نتوما باغين السمته تنطور. سير لي حط المسخوط. لا تستر الناس معاهم عيالاتهم، تستر الله يرضي عليك. اشنو تستر؟ راه اخر واحد بغى يتعدى عليا راه هو السبيطار من جوه ديزي عم دان دو كاراتي اكس مينيتات. زنتي هذا مسطي هذا طبعا ليش العقل هذا؟ شوف والله تهوى مال الخزان ما كيكذبش. سمحوا لي سمحوا لي انا بشوف حالتنا، هذا اللي فرعنا راسنا. اول مره كنتفق معك الشريف، تخيل ضرب لي دونجور هنا. شناهي باغي نزيدو تخليو السيد هنايا؟ واش شويه لاباس حماقيتو؟ اين ضمير باغي ندير هذا الشيء؟ السيد هجمتو عليه دافع على راسو سي نورمال. وعجبك هادشي اللي دا؟ حتى واحد ما غيتحرك، غنبقاو هنا وغنتسناو. بكوري بكوري اشنو عاودتي عليا؟ الله يعطيك الستر اخويا، لما شوف لي داك الشجر واش ديال البلوط راه تشهيت بلا يلطات. واش عندك شي عقل ولا ما عندكش عقل؟ واش انت دابا كنبان لك انا مسالي مشي للبلوط وما البلوط؟ واش ما بغيتيش تحبسي ليا من هادشي ديال الوحم؟ شفتي بنادم هذا كيفاش كيهضر مع مرتو؟ شو ما قال انا بعدا مرتي تكون حامله ليا عرفتي شنو هي مرتك حامل نهزها فوق راسي. هذاك العام عيدت معنا نحاول يخنز، هذا العام تعيد معايا نخنز انا. ديها لدار الشباب، ديها لدار العجازه، ديها لدار البقاء الا كنت عزيز عليك. واش تصبيتي ولا ماك دخل؟ كيفاش زعما امراه انيقه وزوينه بحال هكا ولبست كثار وعايشه بوحدها ما جاتنيش؟ ما جاتكش؟ لا ما جاتكش دابا تشيك. باش المرة الجاية تعلم تقل، ماشي اللي ضحكات معاك تبقى غادي كتنقص عندها كل دقيقة. فهمتك يا صاحبي أنا جدك عندها السبيطار. راه مشيت ندير كونترول، كنت في السبيطار كندير كونترول، بعد المرات كتبدا غير ترون أصاحبي. كونترول؟ وعلاش خرجتي من عندها كاعي وغادي كتجري يلاه؟ خرج من عندها كاعي. غتكون يا إما صدراتك يا إما خلاتكم شوجر، وحدة من هاد الجوج. صدراتني؟ اسمع داك القرطيط. جوج ديال الكلمات غنقولهم لك خذهم مني افاده. هذيك المراه اللي غادي تخطب اليوم لا تدسرش عليك امها، راه تخلص ديك فوق راسك بحال القرده. الدريات راه كنعرفو مالها مزيانه سعيد. شوف انا راه بحال خوك، قول لي يا صاحبي شنو كاين، عاود لي شنو قلتي سميتها بعدا؟ هادي ما بغيناش، جيب لي البلوط ولا تحرك العظام. اويلي من السيده ياك لاباس ياك لاباس على الولد. شوفي شوفي راه ما عندها والو. اجي عاود مرتك اجي معنا شويه 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 مونيا مونيا شكون مونيا صاحبي؟ واش بداش كتبان لك الشجر ورا صاحبي؟ حبس ستوب ستوب غير صافي
كملت وجملت. احباس ما تحركش، انت شنو عم يتحرك؟ سعيد؟ لا لا سعيد السيد، هذا راه معانا واحد المراه كانت راكبه معنا في الطاكسي كتولد، وهذا راجلها. واش انت هذا؟ صافي غلاضيتي وتيدمتي نسيتيني. شو حالتي؟ شو الصباح لك حل؟ شوف زوج المشاكل في مش كنشوفك مع المشاكل. احنا نعيطوا لومبيلونس نديو السيده. عيطنا لهم هما جايين في الطريق. بلاتي واش انسيستي عليهم؟ وانت ما عارفش بلي راه ممنوع تزمعك مرا حامله في الطاكسي. ملي ركبت معايا ما كانتش حامله. رفيق سي با لو مومون. الله يخليك. انت هي مونيا؟ علاش كنت عارفه سيدي؟ صلاة النبي عاد فهمت علاش سعيد شد الدوخة اليوم. اوليك ما زاد عليه الحال ولا شي حاجه. ويلي انت ضايخه اكثر منه. هو مبروك مسعود. كيفاش مبروك مسعود؟ ما فهمتش. واش كتصنطي لهذا؟ هذا راه رفيق راه كيخربق. انتي صافا؟ علال دي لي هاد الناس هادو كاملين، كلشي كلشي سيركولي. شكرا بزاف سعيد، نيت انا تعطلت بزاف على واحد السيد مسكين كيساني مريض. انا غادي نسيفطهم باش نوصلك زعما. باكوري فلوس كورسا. علال شنو بغيتي دابا؟ شنو بغيتي؟ عطيني فلوسي. نعس الشيطان، الساعات ولله. علال يلا. سعيد تهلا فراسك بزاف وما تنساش تاخذ الدواء. يا راه داكشي علاش جا عندك السبيطار باش ياخذ الدواء. تاع ما لقاكش هو يبقى كاعي لينا. راه عاد رجعت فيه الروح. خويا كتسنى شي حاجه؟ دابا تبغي دابا تبغي. سكوت كل جبتي لي البلوط كاع ما نوليو في هادشي. كنا غنمشيو للحبس على والو. مرتو حامله كرشا فمي يجيب لابيلونس يديها في شي مصيبه كحال الله يتبع والدي البلا. الشريف راه كانت ممنوعه، راه انت الاول خصك تطبق هذا القانون. لاش هزم معك الطريق كامل وما كينكرو علينا؟ شوف الطاكسي فيه جوج، اما واحد مقدور اما مسخوط الوالدين. انا اللي كيبان ليا مقدور هو داك السي سعيد البوليسي. قال لك حتى هو هز علينا فردي ما حشمش. غير اللي خدا شويه السلطه في هذه البلاد هذه كيدير فيها قافز تفو. باز زعما حنايا المغاربه والله الا كيما داروا معنا وحله. فاش كيكون الكريساج والتشرميل كتبقاو تغوتوا وتبكيو، ما كاين لا دوله لا امن لا بوليس. دابا السيد من جا كيجري كيتحاب له وقع شي مشكل باغي يعتق الموقف كتكريتيكيو فيه. اسمع نقول لك جوج كلمات. ايه سعيد انا اللي كنعرفو مزيان، ولد دربنا ولد عائله ومربي، الديفو ديالو كيتعلق في نتفلق وكيتلاح شي شبوقات قوى منه. اين شبوقات؟ الله يرحم لك من الوالدين الا ما سمحوا لي، راه قبيله هي كنت محصب وصافي. الله يسامحك شي مشكل. بهدلتينا وقللتي عنا الحياه وتعديتي فاندام لهي الله يسامح. شتي راه ما شتي والو. العام اللي فات كنت خدام في واحد الشركه كبيره، واحد الليله من الليالي جا واحد ربعه تسلاقط اش غنقول لك من طوله، واحد هاز السيف واحد هاز الموز واحد هاز فردي، شديت مول السيف خويت ليه هزيتو ضربت بيه مول الفردي، مول الفردي تا هو هزيتو ضربت بيه مول الموز، بقى عليا مول الزرواطه عطيت لوالدي. والتدفيق بغيت نطلب منكم واحد الطلب. مطلب اسيدي. إذا سمحتوا بغيتكم توقفوا لي وقفة أخرى. واش ما غاتسانيش من الأخرى ديالك؟ دابا بزاف الشريف عيقتي طريق كاملة نبقاو مقابلين المتنفس ديالك حشومة كاع. ما تعصبوش أعصابكم في الثلاجة، أنا غادي ندير راسي بحالي أنتم اتفقتوا وقلتوا لي غنوقفوا لك وغادي نقضي الغرض هنا. قسما بالله العلي العظيم ونقعد تنشم ريحه شي حاجه خرجت منك ياك الشيء اللي غندير لك، قسما بالله ما كيتعاود. شريف الا قدرتي تصبر غير واحد 10 دقائق ما بقى لنا والو نوصلوا للفيرما، واحد السيد مسكين مريض عم الله حالته. الا بغيتي نوصلوا ونخليك حتى لعندو نقضي الغرض واخا. واش غنقول لك يا بنيتي على هاد الكلام ديالك الظريف؟ انت ظريفه وانا على قبلك بيتي انا غادي نصبر، اما كون كان على هادو غنوريهم عندي دي ربعة الممسخين. شنو؟ الممسخين؟ شويه 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 شوي
الزياده ديالك وفهم اللي وصلت لهذا الشيء. الله يخليكم الله يخليكم. ماشي وقت هذا الشعافه. فين هي في الطوموبيل اللي ضربنا فين هي؟ اين الطوموبيل؟ اش من الطوموبيل ضرب لنا عاد بالي خرجت بهيمه؟ وكاينش كاين شي بهيمه قدك؟ اسكت. فرتت رزقي تشتت. مشى لي الطاكسي اجي بنيت. قولي لهم الممرضه قولي لهم باللي ماشي لفوت فيا. قولي لهم باللي هو اللي خرج فيا. قولي لها قولي لها لا تسخط على الهدي. كونوا حافزين يا اخي ديال القعرات. لا لا تسكت انتوما بجوجكم بجوجكم انتوما السبب. هما اللي دايرين هادشي. خرجتوا لي الخطوبه ديالي نسابي كيتسنوا فيا. اش غنقول لهم دابا؟ ما كتحشمش كتفكر في راسك. رجعوا لي واش عارف ملي هاد واش عيين ولا ميتين ولا اش واقع ليهم؟ تفرم ليا عتقي عتقي على سلامتك على سلامتك لوالديك. الحمد لله. تنفس شوية عليك. هيدا التليفون. كنعيط لسعيد واحد البوليسي باش يفكنا كلنا. هيدا التليفون تاكلك. شو التليفونات ديالكم؟ تاكسي. شو التليفون؟ بالقسم اللي زم ما عندي. بالزربه واخ انا بالزربه وليدي ملي نزلت نزلت نمشي وليدي نقضي الغرض ونمشي. السلعه اجل انا جاي عاونيهم هز السلعه. صافي ابقيتي كطير كطير تلحتينا في الزوبيا هنيتي. يلا غز يلا سيروا التاكسي. حرك ليتك اولي يا اولي اجي واجي فين فيتو خليتو؟ جبد التليفون ديالك. شكون انت صاحبي؟ جبد التليفون ديالك. اخويا الله يرحمك انا اليوم الخطبه ديالي ونسابي كيتسناوني وانا من طبيعي ما كنخليش المراه تسناني. الراجل اسكت الراجل الله يعمرها دار. انا عارفك قلبك بيض وحنين. دابا خويا مات الله يرحمه انا بغيت غير نمشي نتوادع معاه وندفنه وصافي. لا عندك ما عندوش خوه واحد ماركه واحده اللي كاين في الدنيا واحد. انا اللي غادي نخلي وليداتي تما. اسمح لي قدم لك راسي انا علال البحراوي منعيش عقاري. عندي واحد الفيلا ديال شي نصاري يلاه ماتوا خلاوها بفراشه مأداتها باقا الكوكوت كتصفر وفيها لابيسين كاميرات
سمعت يا سيدي واحد السيد مسكين مريض كيسيني وحق الله العظيم انا فرم لي خصني نمشي لعندو ضروري تنيت مولايش عقاري عندك الفيلات على الغابه طا واخا انا نقدر نمشي بوحدي سير شكرا 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 هو يجبني استاذ كنت اسف قبيله ملي دخلنا في العمود تقبط الراديوتور وحصلت واحد السيوله ديال المياه العذبه دابا الا نوضت المحرك يمكن يدخلها يزيد الطاكسي ولا يزيد يزيد ولا ما يزيد نحسبو زاد يلا شحال قول لي شكون هذا شكون هذا قلبي مول كريمه صوتين غادي ندقدق الطوموبيل شنو هادشي سكتات تفو بصيب لي هاد الحبس قول لي الموتور اخويا هل يركض كل شيء نزل نزل هل الكفر السلعة هنكملوا على رجلينا تحرك ما تضيعوش لي وقتي شريف اسمح لي هذا السيد مسكين خاصه ضروري يمشي حاشاك هذا السيد هو اللي خرج علينا بدوك المتنفسات ديالك وزع فش 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 الله يرضى عليك ولدي انت عارف قلبك ابيض والله عمر هدر انا دابا كشتي مريض ولا تحصلت خاصني نمشي للمياضي انا بحال بوك تحرك خش يطلع تاكسي طلع تاكسي زيد زيد قدام قبيلي عندك يمشي قتله يقتله هو راه قتلنا حنا الاولين يخزيد خالص فش 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 من يركب هز عليه شويه حرام يهز عليه تطنق شي بعدا شنو هادشي اللي هزلنا لحنا هذاك سلو وتقيوتات غادي عند امه كانت في العمره مسكين كنسحبوا الحشيش والحبوب على الواسع ولا شي صاحب الغريبه راه حشيش وخبره هذاك المسخون ناري مشينا فيها كاملين دابا واش كتعرفوا شكون هو هذاك خينا ولا لا هذا هو ابو عوينة اللي منع سعيد البوليسي ناري غزمو ما قتلوش مسكين مالو غزمو غادي قتلنا احنا عاطفة مالك ياك لاباس الحمد لله كيف لقيتي انت شوية سوبر الحمد لله صافا تخي بيان لقيتيني الله شعلة مع والدت يسطيني علاش ياك لاباس وقع والو راه كيما قالت لك غير هي بدات كتصطب بوحدها انا اللي غنصطى ولا انت اللي ما بغيتيش تهدى ودير عقلك بحسي وليد داخل مع النصاصات ديال الليل مع واحد الربعه ديال الشماكريه خفت غير سعيد يكون رجع لديك الزبل نو بوختك واش شتي المشكل ديالك هو ان عمرك ما غديري فيا الثقه هذا هو المشكل الكبير يعني وغادي تندمين على النهار اللي باغي عايش معاك فيه فات لا وليد حشومه نو بار با طامي بحال هكا خليه يخرج الزناقي يمشي يرجع للشمكير راه الحباسات خاص غير اللي عمرهم سير خرج انا كاع لي زيفوغ اللي كندير عمرك ما كتشوفيهم كيبان لك غير الحباسات ما باش لك هاد الحبس اللي عايش معاك فيه في هاد الدار وليد شنو هو وليد راه دي فوا كون جي بونس اللهم ما نعيش في الحبس ولا نبقى معاك هنايا وليد كوا وليد وليد شنو وليد شنو اش تو فيزي كونفيونس ولا كنت انت بحال بحالو نعم كله انت غابر اون فوا كتجي كتصعب راسك كتولي انت هو با وليد شنو هو وليد اسمعني انا رفضان ما
انا ضيف ضيف قدامي تعرف. فين داك الهزي ديالك؟ ها بنادم كيشوفني كيهرب كيمشاش، بنادم كيشوفني كيولي بحال الفيران، ولا جميل نفس الصواميت. نعم؟ اللي قلت عندك الصمت كحلاه كضرب والناس كطير في السماء. كتلبس 44 في فمك. غادي نعجبك فيه. داك الشيء اللي غادي ندير ليه ما نعاودوش لكم. غير تجينا الفوطي. الله وليدي ما غتجينا غير الموت بالله. تحرك شوية رجلي رجلي كتضغط. انت هزي داك الشيء وتحرك بس. الله يرضي الله. شوف 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 بطلع بطلع تواضع مزيان تواضع اخويا تواضع. عرفتي يا ويلي شي واحد فيكم يقول لي راسو يهزر راسو والله تنفرقعوا عليه بالرب غتمشي بحال النمل. بغيت نقول لك السي بوحوينه ما حدك على السلاح كون مشيتي هيبتي على مول كامي وجيب لنا واحد البوديزان نشلو على المذبح. حد صار حتى واحد ما باقي يطلب مني شي حاجه. مالك علاه تقصو حيه القلب؟ حيت في عينه مشيتي عندهم وطلبتيني بشي زكيفات الماء وين هادشي بزاف باش ما عندكش القلب ما كتحش تراه مزيد. ما كنحسش انا يا كنحس خاصني نوصل السلعه. يا خويا توصل منين نوصلوا نعطيكم ورد وكاع توصل صافي كنطوي بزاف صافي. هز موت تحركو هز واش بغيتي موتي واحد بهاد الخلا حرام عليك اش بغيتي زعما ها ما بغى مو ما بغى الماء بغى الماء هز فوق دارك هز فوق دارك حسبو مهزوز يلا هزو انا هزو شحال هذا يلا هز اللهم هون علي عاد بالقبر انت اسكت مالك فمك فيه غير الموت اللهم كن له ولا تكن عليه تحرك هزو سرعة زد الله تحرك واخا خويا تعنز كثار علينا هادشي كثار الله ولد الله يا ربي يا ربي يا ربي إني لا أسألك سيبون ورا عندي لك واحد الفتوه ما دابا تتسخسختي الله حسن عوانك وهاد مسخيت الوالدين تاهما عذبوك علاش ما نبركوش جماعه تحت من شي شجره نستنشقوا الانفاس وناكلوا شويه البلوط راه فيه الحديد وفيه الماء باش يمكن لينا نصحتو الله يرحمك الوالد ما كانش قادر نزيدو عافاك عندي راسي ما سمعت والو الرضا يلا تحركوا الا ما تعاودش تحرك يا ربي يا ربي زيد سهلا دم مت ما فيك والو ما فيك والو لا لا ما تبانو غادي نوصيك وصية ما تقتل ما تحيي انا بعد شي قطارات مع شي ناس بنتي هذوك القطارات على الشياع وداروا معايا امي اليوم مني يخرج تيتزرك عطيوني جميلتي انا شاده انا سالي ما تقولش خلي لك التحليف ما تقولش هاد الهضره لا غادي تدي بزاره واش مازال انت اللي غاتمشي بيدك وانت اللي غاتبيع هاد الملك ديك الفلوس وانت مازال غاتبيع وتشري ما تقولش هاد الهضره عافاك السي امين حاجك نعم انا غادي غادي تبغي تقول شي حاجه لخوك اللي مات ها خويا غتقول لخويا بلوط بلوط شيباني طلعت لي الدنيا في راسو لا وقف لا إلا قتلتي قتلنا كاملين واسمعونا صابرين معاك وغادين معاك ثلاثك وساكتين وغادين معاك راسك كبير بغا مسكين وسميت البلوط حرام عليك
غادي نوقفوا غنرجعوا وغادي ناكلوا وغنكملوا. بوز داج باش توكدو كليتو ارتاحيتو يلا تقعدو يلا ابو الحاج. كاين الدم ولكن كليتو على الداخل. شتي على حالة شويه كنا نتشدو. سدي فمك كنت حاسه بهاد النهار غيدوز كحل. سخوت هزيتي العاقة والسلعة خليتينا بحال الكلاب وزدتي. والله لا تفكيت معاك ابو عوينة. لا غادي تفك معاه حيت انا قلتي لي هذه اخر افيرة ضربة مع ابو عوينة ونشوف حالاتنا. نخلي لي رزقي ياك شمات انا. اسمعني مزيان انا اقسم بالله وما مشيتي معايا دابا نتحركوا في حالاتنا يلا رجعت انا لذاك العالم المسخ وانت عارفها مزيان. باغيني نخرج من هاد لافير يد اللور ويد القدام. ياك غادي نخدمو نديرو اي حاجة فيما كنخدمو ياك المهم ونكونو بجوج. المهم هو ما يمشيش ليا رزقي ياك. بارك عليا من التبرحيش. التبرحيش راه هو انت التبرحيش كلك من راسك سير رجليك. طلعتي ليا في صحتي عيت ما نصبر لك. الله يا خويا الله اش بغيتي عندو مسكينة اش داير لك؟ عافاك ابو عوينة بغيت نمشي لمياطي. حرك اليمن انت يردي حرك. حط هذيك السلعة هنا. الزيزون دي هادو تاكسي مات النمس ومريم شي دعوة تابعنا ودخوتنا شكون هما؟ كانوا في التاكسي هما اللي جبت بهم السلعة. اش غنديروا بهم الشاف؟ غنطلقوهم يسبقوا من البوليس غيبقاو هنايا تنسلكوا السلعة. صافي كون هنا الشاف وانا غنتهلا لك فيهم. ولا صاحبي نبقاو ندوب بزاف. يلا 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 سي محمد سي محمد الا عندك شي تليفون بغيت نعيط للدراري ولادي ونقطع. الا بغيت تعيط لولادك خلينا نفكوا هاد العريله هادي سير تريح. الله يرحم لك الوالدين انا راجل كبير وخويا مات بغيت نمشي غير ندفنو ونرجع. سير تبرك ولا غلا حاجك عليه سير تريح. Thank you.
ماتوا دابا عاد تقول لي شنو غندير حتى دابا؟ شوف ما سوقيش فيك، موت طلع نزل دبر راسك فوق. النهار اللي بغيت نتزوج فيه غنموت. بغيت غير نمشي نشوف خويا قبل ما يدفنوه. بركه من بوحد نقطع يدي بجوج الا تعدك خوك. الحاج بس هضرتي قبيله على خوك ما كانش كيتسحب لي واش بصح اسمح لي. بنيتي راه هذاك هو اللي عندي، هو اللي كان مهلي فيا. وجوه الويل مني صبحت عليكم عرفت هاد النهار غادي يدوز كحل. 30 عام هادي وانا كنسوق الطاكسي عمر هاد الحاله ما عشتها. ربي مولاي كندير مع وليدات، كيفاش غادي نعيش ولادي بلا بيا؟ واش غادي نقول لزهرة؟ انت بوحدك اللي عندك هاد زهرة هادي، حنا كاع ما عندنا والدينا، ما عندناش ما نقولوا لهم. يا بنت ما غوتت ما قال دارنا ما قالت والو. اصلا انا ما عندي حتى شي واحد تيسين. كيفاش بنيتي؟ فاش مات با كنت صغيرة بزاف، ومرت با ما قداش عليا وخشاتني بالخيرية. صافي كبرت بوحديتي، أمي ما عمري ما عرفتها وما عمر حتى شي واحد ما عاود لي عليها. عقلت على راسي وأنا بوحدي، لكن ماشي مشكلة هكا حسن، ما غنبقى في حد ما يسول عليا حد. راكو ما كان هذاك مسخوط الوالدين، هاد السماتة اطلق الفولو. اسمع هذاك البوال، اما تسد فمك اما نعلق امك. ديك الساعه دير لي هذاك الشيء ديال الكاراتي. شهدوا عليه عند سيف. راك مسيف شوفي سو فيه كاع نتوما بركه بزاف. هاد الشيء عاوتاني من دابزه والخوات، هاد الشيء اللي وصل لهنايا. هاد الصاره ديالكم هاد الخوات وكل واحد كيفكر غير فراسو. كون كنتو غير كتسمعوا شي شويه لبعضياتكم غير كتسكتوا، نتصنتوا لبعضياتنا غير نفهموا شنو مهنا نحسوا بالاخر. كون راه كل دابا واحد فينا وصل فين ما بغى. دابا جوج ديال الحوايج، يا اما غنتكالمو وغنفكرو مزيان باش نخرجو من هادشي، ولا غندو نترطاو ونغوتو حتى يجيو يصفيو علينا حدا بجوج. سي امين. سي سعيد كيف بخيتي؟ صافا با امين الحمد لله. باينه فيك عيان اصاحبي، خصك الراحه. ولقيتيني جيت لعند الشاف على هادشي. غير كون هاني هذاك بوعوين راه يتشد يتشد. ونتمناو ان شاء الله يتشد على يدي يا سي امين. ان شاء الله. الشاف بغيت نديكلاري بواحد الطاكسي بالي مجلي في خلا، دينا السلعه الصباح ورجعنا في العشيه ومازال باقي في بلاصتو. اجي معايا اجي. تفضل. صباح الخير سعد نبيل. صباح الخير. تفضل سي سعيد. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك سعد العام. كنا غندعو فيك. هي فرصة ما تعودش، ما بغاش نضيعها سعد العام. هاكا ولدي تيرتاح شوية ومن بعد تحزمو ليهم إن شاء الله. إن شاء الله سعد. احتراماتي سعادة العميد. رفيق خويا. فسعيد. كيف بقيتي شوية؟ أحسن منك. باينة. هما التصاور ديال هاد الحديث عاد وصل هنا. الفضيحة كاملة ما لقى حتى شي واحد. لا والو حتى واحد. السيارة الثانية اللي لقات الحديثة؟ الطوموبيل الثانية مازال ما تعرفناش عليها. سعيد سير ترتاح وراه السي رفيق مكلف هاد الملف هذا. واخا سعادة العميد. احتراماتي. شريف اسمح لي نسولك. لحظة، انت هو اللي شتي شي طاكسي مجلي؟ ايه نعم. فين؟ شوف تراكم منك تجي في الغابة.
جاي فاش بالك الطاكسي؟ جاي من ليه الشاف؟ السكنة تما؟ لا كنت في الوزين شارجيتي لافوكا غادي بها المارشي. علاش هاد البلاصة فيها الوزينات؟ الوزينات والخدمة كاينة تما الشاف. توصلني معاك الله يرحم الوالدين. مرحبا، الراس والعين. بسم الله. نمس شكاين؟ نوض اخويا نوض، قتلني الجوع. شنو تشهيتي؟ علي كان شمنيت كمان شحنا فين مليوحين انت كتقول لي الجوع؟ منين نجيب لك انا هاد الماكله منين؟ دابا هادي رجوله ماشي حرام عليك كنقولك قتلني الجوع حتى كتقول لي منين؟ انا ماشي راجل امري شي اللي بغيتي تسمعي. انا ماشي راجل. هاك يا ربي قولي. انا رعيت من هاد الشيء. راه قلتها لك، قلت لك ما تقديش على تمر. اول نهار واحد ما قديتيش صبري بالجوع، كنديرو نعيشو بلا العاقه مريم. اش غنديرو مريم؟ نمشي نجيب رزقي. فين غتمشي تجيب رزقك؟ واش كيحسب لك هذوك الناس ساهلين؟ غتمشي لعندهم غيقولوا لك هاكا الامانه ديالك، شكرا اخويا بسلامه، او الله تيغدروك والله تيصفيوها لك. وانا راه ما قادرش نبقى بوحدي. هاد الكرفيسه غيخلصها بواوين، ناخذ رزقي وغنعيشك اميره كما كتستاهل. ناخذ رزقي وغنخويها البلاد هذه كلها، مابقى عندي ما ندير وسطها. حبس بس بقى بعيد هادشي، ما بقى لينا والو. تسالي الغابه غادي يبان لنا الوزينه الشاف. صافي غير سير انا نكمل على رجلي. لا الدنيا هانيه الشاف، الا بغيتي نوصلك ماشي مشكل. شكرا غير سير. قولوا لها الممرضه يا لالي يا لالي. علاش بغيتيني؟ حرم على راسك، جيت معاك القصحيه ومريضة، خاصك تكوني حنينة مع المرضى. لا جنبي كيعطيني الصداع، اجي داويه ليا هاكا بالصحة. انتي شوفي هاي قلتي لي نعاونك، خليني ندير خدمتي. بس كتخلينا نشوف حنا عارفك الله يعطيك السر. ما عارفاني شنو كنسوى غلط.
هدي تبقى واقف عليا حشومه. على الاخرين ما تخافش نخلوك بوحدك. كوني هاني الحاج سعيد. سير مع موني سير. انا جاي. شحال من لازم تستنى في هذه اللحظه؟ دوي بوا وين راك غالط وما عرفتش اش كدير. زيد ما تبقاش غنرتاح انايا باش غندخلك الضربه تعاد نرتاح. مازال زيد في الغلط. زيد الو رفيق انا حبس بوعوينه خلط عليا. شوف انا غنصيفطك لوكاليزاسيون جيب معاك لي رونفور ما تنساش. واش تجي يا صاحبي تجي راه انا اللي تحكرت دابا مالك بدي عاود دارهم واش غندير معاهم كيفاش الا بنت اليوم دابا غيجريو عليا. ما تخاف والو الا بغيتي غنخرجوا من هنا نمشي معاك حتى لعندها ونهضر لك معاها كوني على خاطرك. ميرسي بوكو على خاطرك. اسمع هذاك بوشنيخه قسما بالله وديتي معاك الممرضه بهذا الزين اللي عطاها الله انت تمشي ب 6 شهور ديال الحبس نافذه. علاش حرام عليك؟ واسمحي لي والواقع هو هذا بغي يديك يديك هكا من جهه خمره وباش تكملها وتجملها ندي معاك الجديده. شكون الجديده؟ مخزني. لا بلاش مخزني حيدو عليا خليها هي مصحيصه. يلا اش قايل له؟ لا تمشي انت تقول له. بابا سعيد معلم شديتي لينا بودينا. سعيد شنو درتي؟ غير تكلم معاهم عيط لرفيق هما جاي كلشي جاي. شوش قايل له شوش قايل له مصيد حلوف مريح اتوت حمار الاخر فين كتكونوا فين؟ واقفين يا الشيف الحاج قلبت الديبو كله ما كاين حتى واحد اخر قلبتو قنت بقنت كل لقيت شي واحد نجبد امو هكا تخور والله الا كتخور. انتوما شديتوني كاع شنو غتربحوا ميداليه؟ غادي يديوك فين تربى سكوت قول لي توسعتي شويه افكرتيني. ميرسي بوكو خويا سعيد. تصدموا شي صدمه خايبه وتبقاو كتبكيو ويكون تروطار ما حد باقي عندكم الوقت سيروا بحالكم قبل ما تندموا على هادشي اللي كديروا. انا علمتكم واش باقي سيد فين؟ علاش كتقلب فين باغي توصل؟ كنقلب على والو عندك انت تقلب على شي واحد عزيز عليك وما تلقاش. الو لطيفة هاك يهضري مع خوك. الو سعيد فينك اخويا؟ شي رجال خطفوني قال لك الا ما تبعتيش الكلام ديال معوينة غادي يقتلوني. عندك تليفون؟ شوف راه غتقص لي الشعره منها وغادي نجي غنمحي امك من هاد الدنيا هادي. دوز لي ابو عوينة عافاك سمعيني عندك لاطيف دير شغلك راه غيطرى شي حاجه لختي راه غادي تفرع امك. على هاد الزمر سعيد تقول يديه
سي سعيد حل الحاج اطلق الناس يمشيو بحالهم. هيك المشكل بيني وبينك. المشكل ماشي بيني وبينك، المشكل معكم كلكم. انا ما كنفرقش الناس ماشي من الترابي ديالك. تحرك تحرك خدام الفريغو. فريغو رفيق عافاك بغيت نسولك. النهار كله وانا كنعيط لطونطون سعيد جاريف با لجواند في الدار ماما ما كايناش. يسباس كلكو شوز. شوف اوليد هو كاين واحد المشكل صغير. مشكل تبار دوك واش سي با ترو غاف. شوف نو بانيك سورتو با سعيد عاد هضرت معاه دابا في التليفون راه قال لك ما دير فراسك حتى شي حاجه وفحال هادي سيتواسيون خاصك تكون راجل. طلع وغادي نكمل لك كلشي في الطوب. لا ما جوست اكسبليك طلع ما عندناش الوقت اللي نضيعو. انا السي البوليسي باش ما تقولش راك ماشي عزيز. انا جبت لك اختك باش يتجمع الشمل. لطيفة سعيد زيدهم البرد انا هادشي راه سخون. صافا ياك ما تكرسو عليك. لا ما تخافش ما وقع والو. البرد اخويا البرد. نسي اختي نسي. فين وليد؟ اللي جاو الحمد لله لقاو خارج بعدا. ما تخافش رفيق راه عارفنا فين حنا. واحد الشوي غادي يجي لعندك سميت. ما تخافيش يا لالا غادي نخرج ان شاء الله بخير وعلى خير. هاد بو عويده هذا منين تسلط علينا يا ربي يا مولاي شاد المكتوب اللي بعليه عليه هروب. سعيد هاد نسيتو انا علام مو الطاكسي ولا ركسيده مع بو عويده وانا ابراهيم مخزني. وهاد الوليد شكون هو؟ انا راجل بديع كلا كتاب. هاد السيده هي الفرمليه هي اللي تكلفت بيا في السبيطار. كنت نبغيك تلاقي بها في شي ظروف اخرى ولكن انا بغيت ندير بوحدينا شي مصيبه يتقعدش منها. المصيبه الكبيره انا اللي غادي نديرها لي الا ما ديت مو في اللي طربات الحمار. وعوينا شي حل ماشي مشكل بيناتنا. هادي واخا صافي السلعه موجوده. موجوده الشيف مستفى كلشي مريقل. من بعد اش غنديرو الشيف؟ حتى حد الظلام انا نزل السلعة ونحرقوا هاد الخربة ونتحركوا. وهادوك اللي عندنا لداخل اش غنديرو معاهم؟ رفيق رفيق ما فهمتش علاش ما كتجاوبنيش من قبيل. واش شتي غادي هي الطريق؟ انت غادي توصل وغادي تعرف كلشي. وي ولكن قول لي واش ماما لاباس واش طونطون لاباس كيس كيس باش جو سافوار او موان. رفيق سو بلي جو بارل دوبي توت الوغ علاش ما كتجاوبنيش راه غتهربوا ليا في هاد اللحظه. رفيق سي طونطون سعيد بقا تقدر تلقى صاحبك البوليسيه واحد في لونكار. قطع قطع انا غادي نعاود نعيط لك. Thank you.
عباد الله مابقيتش قادره نزيد. ولا ما تحمقي هادشي ديالك والله ما قاد عليا. يلا بقى لنا شويه وغنوصلوا. تحركي يا مريم. ولا مشينا عندهم ودارنا شي مصيبه كحله. ماشي انت اللي غدخل. غندخل غنجيب الزمر وغنشوف حالنا. يلا يا مريم. عساه الزمر غدخل تقول لهم السلام عطوني الزمر يعطيوه لك. جبتيني حتى لهنا عاد بديتي كديري لي هادشي يا مريم. ها بغيتينا نموت وسميت ياك؟ بغيتينا نموت وسط الغابه ياك؟ انا راه ما غنموتش انا والله لا متلك هنا. يلا ريح ريح ناكل انا وياك الربيح. قتلتيني يا مريم. هاك ها الربيح. خلي عينيك محلولي بوعوين على كاعي لما نزيدو كاعي لتكون هاني عشاف صغيرت رسول الله. سعيد Thank you.
فهمتي تجيب رزقي عليا، بغيت نموت انا. اللهم نموت راجل وانا نموت انا. وانا رفيق كنقول لك ديما تخصو راسك، ديما كنقول لك بعوينه عطيه ابتساع. فين وصلتينا دابا؟ عجبك الحال؟ علاش رفيق علاش تمام؟ خدام مع بعوينه وماشي شغلك. اش كيحسب لك راسك؟ هذيك جوج دريه اللي كنشد في الخا ديال الشهر هي اللي غادي تقتلني. انت ما عندك مسؤوليه ديال راسك، انا اللي مبغي جبدو خويا معوق. اش بغيتيني ندير رفيق؟ واش تصديتي بهاد الطريقه؟ كدير غير الحبس، غتخرج على راسك وعلى والديك. لطيفه لا بلا بلا ما عندي ما ندير بها. يلا غادي ترجعوا ملي جيتو، واللي قال لي راسو يديرها ولا غادي نخبو فيه هذا. يلا تحرك تحرك. صافي شويه كيف سعيد طلع. خليكم هنا انا ندخل لداخل. لا سعيد اخويا ما تمشيش بوحدك عافاك. بصح انا نجي للشيان اللي سمعتني غير توا. وليد وليد قلت هنا مع ماماك وما تقول لياش هذا واخا حاش. يلا بعد. الله اكبر سعيد حتى راسك ما فاك. شوف سمعت شي صوت؟ كيفاش سمعت شي صوت؟ اين الصوت؟ حال تفرقع طليتي لهذوك؟ لا راه كندوش. ما فهمتش انا النهار كله وانت كدوش وريحتك ديما خانزه. تحرك. دخل الكلب دخل الكلب. ما كنتش قبيلة شوف زي زون تبعني. جوجا وتبعني، راه البوليس جايين في الطريق. وعلاش كتسنى البوليس ها؟ حيد السلاح وخرج عندي بحال الرجال، خرج. خفتي يا جريندايزر الواعر خفتي؟ تنخافش على راسي انا. تنخاف على ذوك الدراري اللي تتبع لهم داك الزبل ديالك. انا كنبيع لهم داك الشيء اللي بغاو. علاش كتعزب معايا انا؟ تعزب مع اختك اللي مخليها ولدها يجي يشري من عندي. ياك انت ما درتي والو ابو عوين. خرج. حط السلاح نتقاتلو بحال الرجال. واخا حط السلاح حتى انت ونحطو في دقة وحدة جوج دقة. يلا ان شاء الله صح كان غادي يقتلني سعيد خويا على سلامتك.
سعيد على سلامتك وليد. هو البطل ديالنا. لا 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 اسمح لي، البطل ديالنا هو ابراهيم المخزني. الله يرضي عليكم. كان غادي خطوني يدخل. لا ما قلتش عليك انت، سهل لي كيما كنت عطيتيه. يا قلت لك غادي يشدوها. برافو حبابي. المسامحة. الله يا سي ابراهيم اش هاد الفعل، باقي عليك الحال. ما فهمتونيش، سمحوا لي. علاش؟ حيت انا هو مولد في شادي الطاكسي. ما تفكرنيش. مساء الخير ومرحبا بكم. كنشكركم على الحضور ديالكم لهذا التكريم للضابط كفء السي سعيد إيت ناصر على المجهودات والتضحيات الكبيرة اللي قدم لخدمة الأمن والاستقرار. نعطي الكلمة للسي سعيد ليتفضل. شكرا سعادة العميد. ما عنديش بزاف مع التعبير، ولكن وجدت واحد الورقة باش ما ننساو حتى شي واحد ان شاء الله. هاد التكريم الصراحة ما كنستحقوش بوحدي. مواطنين لقاتني بهم ظروف فواحد الحالة ديال الظلم ديال المعاناة، وتفاجأت بالشجاعة ديالهم وبالصبر ديالهم والتضامن ديالهم مع الأمن باش يقضيو على الفساد والمفسدين اللي كيخربوا هاد البلاد. من هاد المنبر بغيت نشكر ونحيي السي ابراهيم المخازني. اللي غامر بحياته معنا السي نوح، استاذ المعلم، على الاخلاق والتضامن ديالو. السي علال الشيفور ديال الطاكسي اللي ما منوش جوج. وما ننساش ايضا الاخت ديالي العزيزه لطيفه، والابن ديالها وليد على الشجاعة ديالو والقوة ديالو رغم صغر السن. قبل ما نسالي بغيت نهدي التكريم لواحد الإنسانة ما كاينش بحالها، إنسانة طيبة جمال وأخلاق. هو الصراحة ماشي إهداء ولكن طلب، وطلب شخصي تمنيت نديرو قدامكم إن شاء الله. أوكي ليلي عليها. بسم الله. مونيا رافقتيني في هاد التجربة اللي كانت صعيبة، وصعيبة بزاف، واللي اكتشفت فيها واحد الإنسانة من أطيب وأعظم الناس اللي شفت في حياتي. ما كرهتكش، ترافقيني في حياتي كاملة. مونيا واش تبغي تتزوجي بيا؟ سلام سلام على رسول الله. إيناش إيناش سيدنا محمد، الله معاش العدل. إخوان إلا سمحتوا. أيوة. وين I look inside myself and see darkness flow with no end. You appear, then you took away my pain and you made my load heartbeat again with just a smile. Together we can be more than friends. I want you to stay with me. I
help you carry on. Just lean on me, Musa, and you'll hold on. No, when there's no one beside you, when there's no light to guide you, I'll come to you. No, as our time keeps moving, as our lives keep changing, I'll be there for you. Forever you should know, my only friend, you're the best thing that I own. Always be my both eyes, believe in me, Musa, and you'll be fine. Believe in me, Musa, and you'll be fine. Just lean on me, Musa, and you'll hold on. Just lean on me, Musa, and you'll hold on. Just lean on me, Musa, and you'll hold on. المبادرة المعرفية والثقافية الأكبر في الوطن العربي تنطلق وسط أجواء تمتلئ بالتحدي، الفرح والحماس، تحدي القراءة.